بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل اليوم إن شاء الله في موضوع اللي هو المصفوفات، واليوم هنشوف اللي هو المحددات matrix determinant. The determinant is a square array of numbers written within a pair of vertical lines which represent a certain sum of products. الآن تعال نشوف مع بعض يعني بعض اللي هو أمثلة. The determinant of A أي المصفوفة 2 في 2 A B C D تمام. المحدد للمصفوفة عن أول شغلة إنه يعني هنا وال vertical lines هاي تمام اللي حكى عنها. لما نشوف الـ vertical lines هيك المصفوفة هاي إنه هنا بنحسب المحدد. طيب عشان نحسب المحدد الآن تقييمي يعني، وعبارة عن A ضرب B زي ما بتعرفوا ناقص B في C. القطر هذا نضرب في بعض ناقص هنحصل ضرب نصل في القطر الثاني. طيب هذا لو كانت المصفوفة 2 في 2 طبعا سهل نحسبها بسرعة. لو كانت المصفوفة 3 في 3 تمام، فبصير هنا الوضع بيختلف. في أنا طبعا هو قاعدة اللي هو الإشارات، هذا بلس سالب وهنا بلس تمام، وهنا نفس القصة سالب وهنا بلس وهكذا، هنا سالب هنا بلس هنا موجب هنا سالب. المهم يعني إنه هاي الإشارات لما نيجي إحنا نحسب المحدد بدنا نأخذها في عين الاعتبار. فبالتالي بصير عندي أنا هنا لو بدي أحسب المحدد للمصفوفة هاي اللي هي A بالإشارة تبعتها إشارتها موجب مثلا يعني ضرب المحدد للمصفوفة هاي. لاحظ أخذت الصف هذا أخذت العمود بلغيه وبضرب الـ A في المحدد هاي، هي A في المحدد هو الـ A في F H I تمام. بعدين ناقص طبعا هنا ناقص الإشارة اللي هان يعني هذه تمام، هذا زائد وهنا ناقص وهنا زائد قلنا سالب بي تمام، أو هنا يعني أو ممكن تأخذ العمود زي ما هو ماخذ هنا العمود تمام، هنا برضو سالب وهنا موجب تمام، هاي سالب دي وممكن تأخذ البي أو الدي زي ما بتعرفوا يعني نأخذ الصف أو العمود يعني مش مشكلة، أو أي صف أو أي عمود يكون العنصر اللي هان يعني. المهم سالب دي في المصفوفة، وين هي المصفوفة؟ بدي بس خلينا نمسح هذا في الأول تمام، هي دي إشارتها سالب قلنا إنه هنا موجب وهنا موجب. سالب دي ضرب إيش؟ بدي أشطب هاي أشطب هاي بضل عندي بي سي اتش اي بي سي اتش اي. الآن زائد هيها الجي بدي أشطب هاي وأشطب هاي معها تمام، إيش بضل عندي؟ بضل عندي هاي المصفوفة اللي هو B C E F تمام. المهم يعني إنه حساب الديترمينانت زي ما بتعرفوا سهل، ما فيش فيه يعني أي مشكلة. تعال نحسب لهذا هيك، لو بدنا نأخذ يعني العمود مثلا هنا موجب سالب موجب سالب واحد في اللي هو المحدد لهاي ناقص واحد في المحدد اللي هو 2 3 4 5 زائد 2 في المحدد 2 3 0 سالب 1. الآن نحسب عاد المحدد هذا ونحسب المحدد هذا ونحسب المحدد هذا، فهنا 0 في 5 مثلا اللي هو 0 ناقص اللي هو سالب 4 فبصير عندي اللي هو سالب ناقص ناقص تمام سالب سالب بصير موجب 4 زائد 2 ناقص 4 هو بيطلع يعني 2 الحساب تمام. الآن لو عندنا المصفوفة طبعا 3 في 3 تحتاج زي ما شفنا إنه نحسب 3 محدد أو 3 يعني نحسب المحدد لثلاث مصفوفات 2 في 2. لو عندي 4 في 4 ماتريكس يصير بدي 4 محدد يعني أحسب 4 محددات لإيش؟ اللي هو مصفوفة 3 في 3 وهكذا.
لكن احنا هنا في الامثله تبعتنا حيكون يعني مصفوفات 2 في 2 و3 في 3. طيب الان نيجي نشوف الموضوع المهم اللي هو الانفرس اوف ذا ماتريكس، معكوس المصفوفه. معكوس المصفوفه let A تمام be a square non-singular، وهذه مهمة non-singular. تمام non-singular يعني المحدد تبعها بسويش الزيرو. لو كانت المصفوفة singular matrix بسموها singular matrix، يعني محددها بتساوي زيرو، وبالتالي لما المحدد يساوي زيرو بتكون المصفوفة هاي ملهاش inverse. فعشان هيك لازم المحدد للمصفوفة يكون ما بيساوي زيرو عشان نبقى نحسب يعني اللي هو ايش المعكوس. لكن في حالة اللي هو مصفوفة singular لا يمكن. فعشان هيك كان الشرط انه تكون مصفوفة non singular matrix. ايش يعني non singular؟ كمان مرة اللي هو determinant للاي او للمصفوفة لا يساوي اللي هو الزيرو. طيب if there exists a square matrix P such that AB بيساوي الاي، تمام يعني هاي الاي المصفوفة اللي نان سنجولار، لو لقينا بي بحيث انه ضربنا الاي في البي بتساوي الايدنتيتي ماتريكس، بتكون البي في هذه الحالة ايش بنسميها؟ هو الانفرس ماتريكس. يعني اي بنسميها اي في اي انفرس بتساوي الايدنتيتي ماتريكس. تمام عشان كان هاي مصفوفة وهي المعكوس تبعها، حاصل ضربهم دائما لازم يكون الايدنتيتي ماتريكس. تمام الان طيب تعال نشوف لو احنا بدنا اللي هو نحسب، يعني مثلا عندي مثال هنا بدنا ايش مثال اي بيساوي 8 سالب 10 سالب 3 4، وبدنا نحسب اللي هو ايش بدنا نحسب المعكوس للمصفوفة. طبعا اول شغلة بدنا يعني نشوفها او نحسبها، تمام اللي هو المحدد. بدنا نشوف ان هل المحدد للمصفوفة عشان نشوفها سنجلر او نون سنجلر ماتريكس يعني فعشان هيك موضوع المحدد يعني مهم نتأكد في الأول إنها المصفوفة نان سينجولار. فنضرب 8 في 4 مثلا 32، 32 ناقص اللي هو 30 فبصير يعني 2، فنقدر نحسبها. طيب الآن إحنا كيف بدنا نحسبها؟ ممكن بأكثر من طريقة. ممكن طريقة اللي هو إيش؟ إنه إحنا نفرض مصفوفة A B C D نضربها في المصفوفة هاي ويطلع يعني ويكون الناتج إيش؟ الأيدنتي ماتريكس. فلو قدرنا نحسب الاي والبي والسي والدي يكون في هذه الحاله ايش يعني احنا حسبنا اللي هو المعكوس المصفوفه. تمام معكوس اللي هو المصفوفه هذه بس الاي انفرس بتساوي هنا اللي هو المصفوفه هاي، فبتكون الاي في الاي انفرس هيها تمام بتساوي الايدنتي ماتريكس. هذه بس في هنا يعني تمام فقط. ففي هذه الحالة بدنا ان اللي هو ايش نحول يعني عم يضرب هاي مصفوفتين لمعادلات ونجمع كل معادلتين مع بعض فيهم نفس يعني هاي متغير اي سي مع هذه يعني هذول المعادلتين مع بعض هذول المعادلتين مع بعض ونحسب منهم اللي هو الاي والسي ونحسب الاي انفرس. تمام نحسب اللي هو الاي انفرس هذا طبعا باستخدام المعادلات. لكن في طريقة تمام لحساب الانفرس للمصفوفة 2 في 2 طريقة سهلة. تمام هي مصفوفة عند A B C D. تمام فأول شغلة بدنا ناخذ المصفوفة الأصلية اللي هي حنقلب ال A وال D، يعني حصير مثلا هنا زي كال D هان وال B وال C وال A نغير مكانهم. تمام وبعدين بدنا نروح نغير إشارة ال B وال C، يعني نحط لإيش نغير إشارة B وال C سالب سالب أو نضربها في سالب، يعني تغيير الإشارة نضرب في سالب. بعدين إيش multiply the new matrix by 1 over determinant. نيجي هنا نحسب الديتيرمينانت، يعني بصير واحد على الديتيرمينانت. تمام لمين؟ لل A B C D، وبنضرب زي ما حكينا في المصفوفة اللي هي بصير هنا دي سالب بي سالب سي اي، ونعكس وهذا. في هذه الحالة ايش سوينا؟ حسبنا اللي هو
هاي تمام، هاي اللي هو هاي الاي، وهي الاي انفرس مباشر. ايش بسوي؟ واحد على محدد الاي زي ما حكيناها، بنقلب الاي مكان الدي والدي مكان الاي، وهذول بنغير اشارتهم فقط. فالان لو اخذنا سؤال هنلاقي المساله ايش مالها، يعني سهله، هي مصفوفه عندي. الان كيف بدي احسب الانفرس تبعها؟ اول شغله بدنا نحسب اللي هو المحدد. المحدد طلع عندي مثلا هنا 2 في 10 بسالب 22 سالب 22 زائد اللي هو سالب 16 زائد 16 بصير سالب 4. طيب الاي انفرس بيساوي 1 على الديتيرمينانت، تمام. بعد ما نحسب الديتيرمينانت بعدين ايش بنسوي؟ سالب 10 مكان 2 و2 مكان ال 10، هي السالب 10 هي 2، بس تغير مكان امكنت. وهذول الاربعه والسالب 4 اضربهم في سالب 1، سالب 1 او في سالب، يعني بصير هذه سالب بصير هذه موجب، هذه صارت سالب هذه صارت موجب، فبصير عندي اللي هو هاي المحدد. خلاص دخل السالب 4 تحت، هنا سالب 10 سالب 4 5 على 2، سالب 4 سالب 4 1، 4 سالب 4 سالب 1، 2 على سالب 4 سالب نص. وبتقدر انت برضو تحسب اللي هو الانفرس للمصفوفات هاي، تمام. هاي عندك مصفوفه مصفوفتين ثلاثه، طبعا هنا الاي بتخليها زي ما هي عادي، يعني تحط الاي هنا مكان الثلاثه والثلاثه مكان الاي، ولما تحسب المحدد تمام تحسب دلاله الاي. ماشي، هذا الموضوع يعني محدد لمصفوفه 2 في 2 سهل، تمام. وفي قانون في النهايه لو حفظته بتحل اي اللي هو سؤال بس، تمام. ولو في اي سؤال بعدك ممكن نناقشه. طيب الان لو احنا بدنا نحسب الانفرس لمصفوفه 3 في 3، الان لما تكون مصفوفه كبيره شوي او 3 في 3 او اكبر، طبعا بصير مساله ايش؟ بصير مساله يعني معقده شوي، او مش معقده، بصير بدها يعني اكثر، بدها حسابات كثيره، لكن مصفوفه 3 في 3 بدها لها مقدور على انه احنا يعني نحلها. اول شغله عشان نحسب الانفرس لمصفوفه 3 في 3 بدنا اللي هو نجيب شغله بسموها الماينر ديتيرمينانتس، ماينر ديتيرمينانتس، تمام. بعدين بدنا نغير اشارات الماينرز اللي مش موجوده في الدياجونال، انه هذه موصوفه الاشارات اذا يعني سمعتوا فيها، لما احنا نحدد زائد سالب موجب بعدين سالب موجب سالب بعدين زائد سالب موجب، كويس، بصير فيها انا تلاحظ الدياجونالز موجب والباقي هنا سالب، فاي قيمه في الدياجونال بتضلها زي ما هي، والباقي يعني بنضربه في ايش؟ في سالب. تغيير الاشارات، تغيير الاشارات الماينرز. بعدين بدنا نعمل ترانسبوز للماتريكس، بعدين بدنا نقسمها على الديتيرمينانت. يبقى الديتيرمينانت للمصفوفه لازم نحسبه، عشان هيك احنا بنحسب في الاول الديتيرمنت عشان نتاكد برا ان المصفوفه نون سنجولار ماتريكس، وبعدين بنبدا اللي هو نحسب. المهم هذه الخطوات الان بدا تفصيل، وبدنا نعرف ايش يعني ديتيرمنت وايش ماينر، كيف تغيير الاشاره. ففي المثال يعني بتوضح ان شاء الله المساله، تمام. الان تعال نشوف ايش قصه اللي هو الماينرز. فايند ماي ذا ماينر او ماتريكس اوف ماينر ديتيرمينانتس. الان مصفوفه 3 في 3 فيها يعني 9 عناصر، ف 9 عناصر معناته فيها 9 ماينرز، تمام. طيب الان الخمسه هاي، الخمسه بناخذ اول عنصر الخمسه بنشطب هاي بنشطب هاي بصير هاي الماينرز، هذا الماينرز تبع الخمسه، يعني هذا الماينرز اللي حيجي وين؟ حيجي مكان الخمسه في مصفوفه الماينرز. طيب ايش مكان السالب 3 حيجي؟ بدي اشطب هاي واشطب هاي بصير هاي الماينرز اللي مكانها، الواحد سالب 2 سالب 1 4. طيب نيجي للثمانية، حط مكانها ايش؟ اللي هو 1 سالب 2 2 4، هذا هو مصفوفة اللي هو الماينرز. يعني هنا مثلا لو انا بدي لحظة بس نشوف هذا نفس المثال، لا اختلف. طيب يعني هنا لو بدي انا ابدا مثلا عشان تكون واضحة شوي، لو بدي ابدا احسب لو مصفوفة الماينرز، تمام، مصفوفة الماينرز حتكون 3 في 3، بدي ابدا من هنا. ايش الماينر اللي هنا؟ هو عبارة عن المحدد ل 2 3
سالب 1 4. هاي خلصنا اول ماينر. طيب الماينر اللي هنا هاي قلنا بناخذ زي السالب الماينر اللي هنا حناخذ الواحد مثلا. لو اخذنا الواحد خلينا بس ناخذ الاريزر هان نمسح هذا بعدين. طيب الان عشان بدنا نحط احنا هان مثلا في المكان هذا حناخذ الواحد ايش مكانه حنحط له الماينرز هاد سالب 3 3 طبعا نشطب من الصف والعمود اللي فيه الواحد وناخذ الباقي سالب 3 و3 و8 و4 هاي محدد لها وهكذا لما نخلص كل اللي هو الارقام. الان هاي الخطوه مفصله في المثال التالي هذا مفصله في المثال التالي. هاي مثال عندي ام ماتريكس 3 في 3 والمطلوب ان نحسب اللي هو الانترسيلا. فبدنا نبدا خطوه خطوه. اول شغله نحسب ديتيرمينانت. ديتيرمينانت لها تمام بيطلع سالب 156. طبعا ليش نحسب عشان نتاكد انه المصفوفه ميكشور نان سينجولار. ما دام في لا محدد لا يساوي زي بقى هي نان سينجولار تمام. طيب الان نبدا في الخطوات عادل هو ايجاد اللي هو ايش ايجاد الماينرز تمام ايجاد مصفوفه ما هي هذه تقريبا لو انت حسبتها بتكون خلصت السؤال. من باقي الخطوات سهله بس عشان فيها خطوات كثيره فبتطول معك شوي هو ايش ايجاد الماينر ديتيرمينانس. طيب هاي مصفوفه الماينرز هاي اول عنصر الثلاثه ايش حنحط مكانه تمام اللي هو سالب 2 5 5 سالب 2 سالب 2 4. الان 4 ناقص 25 سالب 21 مباشره يعني هذا هو المحدد لهي المصفوفه. طيب العنصر اللي بعديه نيجي على السبعه. طيب السبعه ايش الماينر تبعها هاي يعني بدك تشطب انت بدك تشطب هاي تشطب هاي تحسب هذا 1 في سالب 2 سالب 2 تمام ناقص اللي هو 3 في 5 ب 15 مع السالب بتصير زائد فيعني بتصير سالب 2 زائد 15 بيطلع 13 تمام وهكذا. اللي بعديه الاثنين احسب هاي بتطلع سالب 1. اللي بعديه اللي هو العنصر يعني لما يحط لك على الواحد يعني مكان الواحد هان حيجي يعني ايش حيجي هان الان اللي هو المحدد هذا اشطب هاي مع هاي بيجي لك المحدد اللي هذا تمام. فايش المحدد 7 في سالب 2 و2 يعني بدك تقعد ايش هنا تحسبهم بالوحدة. لاحظ عشان هيك قلنا هذه العملية ايش مالها بتطول شوية وبدك يعني تطول روحك لانه بدك هاي الخمسة مثلا على سبيل المثال طبعا انا مشيت شوية هاي الخمسة اشطب هاي واشطب هاي واحسب 2 3 في 5 ب 15 ناقص 2 15 ناقص 2 13 تمام. والآن لو بدك تحسب برضو للمكان السالب 2 هو تشطب هاي مع هاي وتحسب الديتيرمنت. الآن طالما أنت حسبت الديتيرمنت بتكون هنا إيش بنكون هنا تقريبا يعني وصلنا ل 90% من الحل. الآن الخطوة اللي بعديها اللي هو الإشارات تمام alter the signs of the minors which don't lie on the diagonal يعني اللي هم اشارات الارقام اللي هان تمام هاي هم يعني بدها تصير عندك هذه مثلا 13 بدها تصير سالب تمام والسالب 40 بدها تصير موجب وال13 بدها تصير سالب و36 بدها تصير اللي هو سالب تمام. فلما نغير اشارات الان بتصير اللي هو المصفوفه بهذا الشكل هاي انه سالب 40 صار 24 13 صار سالب 13 13 اللي هان صار سالب 13 و36 صارت سالب 36 وباقي الارقام زي ما هي. هذه اللي هي الخطوه رقم 2. الان خطوه رقم 3 ترانسبوز. الترانسبوز احنا قلنا ايش الترانسبوز للماتريكس هو الصف بنخليه عمود يعني نيجي للصف هذا وببساطة بنخليه عمود. هاي سالب 21 سالب 13 سالب
تمام، وهي الصف برضو بنخليه ايش عامله، 39 سالب 13 سالب 13. بس يعني فيها انا بس جزئية صغيرة يمكن مش منتبهين، انه هذه سالب 21 هذه سالب، هنا 13 بصير سالب، مش عارف مش مبينة هان. تمام، بس انه هذول السالب كلهم، هاي المهم يعني نصف حيصير ايش، حيصير عمود. هذه ممكن بس عشان احنا نتأكد منها. تمام، لا ايوه يمكن احنا لما حطينا الخط بس بينش. تمام، فهي سالب 21 سالب 13 سالب 1، هاي الصف الثاني بيصير عمود وهذا الصف بيصير عمود. هيك بنكون احنا ايش حسبنا الترانسبوز. الان وصلنا للمرحلة اللي هو النهائية، بعد الترانسبوز ايش حنعمل؟ حنحسب الانفرس. الانفرس للام هو عبارة عن سالب 1 على الديتيرمينانت، او 1 على الديتيرمينانت يعني عشان سالب انا فيه، هو 1 على الديتيرمينانت هو سالب 1 على 156 او 1 على سالب 156 هي ضرب اللي هو المصفوفة هذه. نيجي هذا الان اللي عملنا له ترانسبوز، حلو، وايش وبنحطها. فلاحظ انت بعد هيك بصير العمليه عمليه ترتيب يعني ارقام او ترانسبوز او حتى تغيير الاشارات. لكن المشكله المعضله وين عندنا؟ كيف نحسب اللي هم الماينرز؟ وهذا اللي بدك انت تنتبه لها كثير في حساب اللي هو الانفرس للمصفوفه 3 في 3. الان لو بدنا نشوف مثلا المثال هذا، ايه هي 1 0 3 7 3 سالب 1 3 2 5. اول شغله اللي هو الديتيرمنت، ديتيرمنت 32 يبقى الماتريكس نون سنجولر. طب لو كان المحدد 0 مباشره هذا سنجولر ماتريكس، وبالتالي بتريح يعني ترتاح من قصه حساب الانفرس، وما لهاش انفرس، بكون ما لها انفرس. ليش ما لهاش انفرس؟ انا اصلا بدك تقسم انت يعني الانفرس هنا قانون، بدك تقسم على الديتيرمنت، ولما الديتيرمنت يكون 0 قسم على الزيرو لا غير معرف. طيب الان الماتريكس اوف ماينرز هيها. طب كيف جبناها؟ زي ما حكينا بنجي الواحد مكانه هنا، مكان الواحد يعني كانه زي هيك. تمام، بجيب ايش اللي هو الماينر هذا المحدد يعني 3 سالب 1 2 5. طيب مكان الزيرو 7 سالب 1 3 5، بشطب هذا واشطب هذا، هاي 7 سالب 1 3 5 7 سالب 1 3 5 وهكذا. بدك تقعد ايش بالعنصر، مثلا 5 اخر عنصر هان هيو. تمام، ايش مكانه حيكون؟ اشطب هاد مع هاد، ضل عندك هذه هاي 1 0 7 3 1 0 7 3 وهكذا، كلهم بنفس الاله. الان ما دام حددتهم بدك تحسبهم، بدك تبدا تحسب المحددات يعني 3 في 5 ب 15 زائد 2 17 وسالب سالب يعني وهكذا. تمام، الان حسبنا اللي هو الديتيرمنت. هذه طبعا زي ما حكينا هي الخطوه اللي فيها وقت، خلصتها كانه خلصت 90%. بعد هيك ايش حنسوي؟ حنغير الاشارات، يعني حنغير اشاره 38 واشاره السالب 6 واشاره 22 واشاره الاثنين. حصير هذه السالب وهذه موجب وهذه موجب وهذه السالب، هاي. تمام، هذا اللي صار، تغير اللي هو الاشارات هذه. ولو ترجعت لها هتلاقي فعلا هذول باقي الارقام طبعا زي ما هم. لان هذه الماتريكس بسموها كو فاكتور ماتريكس، بعد تغيير الاشارات يعني بسموها كو فاكتور ماتريكس. تمام، طيب بعد ما جبنا الكو فاكتور ماتريكس يعني بعد الماينرز، هنجيب اللي هو الترانسبوز للسي هاي. ايش الترانسبوز؟ سهله برضه، صف خليه عمود هان، هاي شوف بتلاقيه ايش هو العمود. الصف الثاني العمود الثاني، خلينا هاي 6 سالب 4 سالب 2. الصف الاخير خلينا العمود، هذا ايش بسموها؟ adjoint of A. تمام، adjoint للماتريكس A. تمام، يبقى ما دام احنا حسبنا الترانسبوز الان خلاص الاي انفرس بيساوي 1 على المحدد اللي حسبناه في الاول 32 قلنا، لو رجعت للسلايد اللي قبلها، ضرب المصفوفه هذه. تمام، خلاص بتكون احنا هنا هيك ايش اللي هو واجبنا الحل، انه بعدك زي ما حكينا اللي هو بس بدك ترتب يعني. هذا هو الانفرس تبع المصفوفه ايه.
الانفرس تبع المصفوفة اي. تمام. طبعا هنا يعني adjoint of a او edge لل a هذه يعني مهمة، احنا عارفين ايش يعني adjoint لل a اللي هو المصفوفة هاي او الترانسبوز لمصفوفة اللي هي الماينرز بعد طبعا تغيير الاشارات. فالان لو عندي مصفوفة a ايش الانفرس لها بالقانون يعني حتساوي واحد على الديرمننت ال a في الادجوينت لل a. الادجوينت لل a هي القصة تبعتنا، نحسب الماينرز بعدين نغير اشارات بعدين نعمل الترانسبوز. تمام. فلو هذا طبعا جربت انك تحسبه هتلاقي انه سهل. طبعا نحسب الديرمننت لحالك في البيت شوف حتطلع معك خمسة، لو حسبت اللي هم الماينرز هيطلع معك بالشكل هذا، هاي الكوفاكتور اللي هو تغيير الإشارات يعني، بعدين هاي الأدجوينت. تمام. وبعدين في الآخر هاي الانفرس. نفس الخطوات يعني ما صار إشي، بس أنا الأسماء هذه أحيانا بتكون مهمة في بعض اللي هو الكتب كوفاكتور والأدجوينت ماتريكس. تمام. فالإنفرس هنا بتطلع اللي هو هاي. هذا طبعا يعني سؤال هو، فأنت بدك تتدرب عليه وتتأكد من اللي هو الحل. طيب الآن أنت يعني حاول عشان إحنا مش يعني نخش في موضوع جديد، موضوع اللي هو المعادلات. تمام. موضوع سهل يعني، بس إيش حاول تشوف موضوع الانفرس تمام والمحددات وتحل يعني الأسئلة اللي إحنا مرينا عليها بسرعة. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة الجاية في الموضوع solving linear equation. Solving linear equation using inverse matrix. يعني نستخدم الانفرس ماتريكس في حل اللي هو المعادلات الخطية. في حل المعادلات الخطية. يعطيكم العافية. نشوفكم المحاضرة الجاية.